عن قطاع الأدوية. وكل الإحصائيات الرسمية وحتى القطاع الخاص، سوق الأدوية في العراق لا يقل عن 3 مليار دولار سنويا. يعني تصور هذه الكتلة النقدية 3 مليار دولار تخرج من العراق إلى دول الجوار والعالم حتى نستورد فيها أدوية لوزارة الصحة وللقطاع الخاص، مداخر وصيدليات ومستشفيات وغيرها. 3 مليار دولار للأسف احنا فقط نغطي من 10% 90% من هذه الكتلة النقدية تطلع خارج العراق. طيب احنا ما عندنا قدرة انه يكون لدينا قطاع خاص يساهم في انتاج هذه الأدوية؟ الجواب لا، عندنا القدرة، عندنا قطاع خاص متمكن ماديا فنيا، ممكن يتعاقد مع كبريات الشركات العالمية المختصة بالدواء ويدخل معها في شراكة وينتج الأدوية وفق المواصفة المطلوبة. كقطاع حكومة أيضا عندنا اسم لامع في هذه الظروف، وشركة أدوية سامراء هي لا زالت تحتل المكانة من ناحية الموثوقية في هذا المجال اللي هو الدواء. فالقدرة موجودة، الإمكانية موجودة، وين المشكلة؟ المشكلة في وزارة الصحة حتى نكون واضحين وصريحين. أكو جزء من الإشكالات تطرح من المنتجين على الإجراءات اللي تطلبها وزارة الصحة، وأيضا أكو وجهة نظر لوزارة الصحة أمام المنتجين أنه هذه الجهة الفنية القطاعية تريد تطمئن أنه هذا الدواء ينتج بالشكل الصحيح. فحتى نقارب هذه العملية من خلال هذا الاجتماع اللي اجى بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات بيناتكم وسبقتها اجتماعات كثيرة بما فيها المتحدث من كان وزير للصناعة